تيسير السبل أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى المطاعم والأماكن السياحية في الأردن كان مضمون الاتفاقية التي جرى توقيعها من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ومشروع تطوير السياحة في الأردن الممول من الوكالة الأمريكية USAID وجمعية المطاعم الأردنية. احنا في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين نترجم بنود الاتفاقية الدولية اللي وقع عليها الأردن، ونترجم المحاور الاستراتيجية الوطنية وقانون حقوق الأشخاص المعوقين. بهذه الإجراءات نحن دورنا إنه ننفذ كودة البناء الخاصة بالأشخاص المعوقين اللي بتسهل وصول الأشخاص المعوقين وغير المعوقين إلى المواقع السياحية، إلى المطاعم، إلى كافة الأماكن، لأنه هذا حق لهم أنه يستمتعوا ويعيشوا حياة طبيعية مثل كل الأشخاص. المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين والذي يكرس جهوده ليحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم كافة ويعمل على دمجهم مع مكونات المجتمع الأردني أسوة ببقية المواطنين، عد هذه المبادرة حلقة جديدة في سلسلة الإنجازات التي تحققت لأفراد هذه الفئة التي من حقها زيارة الأماكن السياحية والتمتع بمرافقها. احنا عم نحاول حقيقة كجمعية انه نشجع اصحاب المنشآت السياحية اللي هن اعضاء لدينا بانه يوفروا كافة التسهيلات للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة انه يرتادوا هذه الاماكن اسوة في البلاد الاخرى. فحقيقة هذا هو الهدف. الهدف الاخر اللي هو منعتقد كمان مهم انه تشجيع اصحاب المنشآت بفتح مجال التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة في خلينا نقول أقسام تناسبهم. هلا التسهيلات البيئية هي سهولة وصول ذوي الإعاقة للأماكن العامة والخاصة. اليوم طبعا في عنا حفل توقيع اتفاقية مع جمعية المطاعم وتنشيط السياحة ممولة من USAID من أجل هذا الموضوع، حتى نسهل على المعوقين اللي بيرتادوا المطاعم أو الفنادق السياحية سهولة وصولهم من وجود منحدرات اللي هي الرامبات في المداخل في حالة وجود أدراج، أو في وجود بالنسبة للحمامات لأنه في حمامات خاصة بذوي الإعاقة خاصة مستخدمي الكراسي المتحركة حتى يستطيع أنه التنقل على استعمال هاي الحمامات. القطاع السياحي الأردني والذي يواجه تنافسا شديدا في الإقليم يحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير وتطوير دوره في التنافس مع قطاعات السياحة الإقليمية الأخرى. كل ذلك يتطلب تطويرا منهجيا في تقديم الخدمات وتحسينا في الأداء وترويجا للمنتج السياحي في المملكة، هذا إلى جانب العمل بعلمية على تطوير التسويق السياحي العالمي، لأن من شأن ذلك كله أن يدفع هذا القطاع قدما في معارج التقدم ومعالجة بعض التشوهات الهيكلية والسلوكية التي عادة ما تواجه المعوقين، خاصة في إمكانية فتح السبل أمامهم للوصول إلى مرافقنا السياحية كافة كحق من حقوقهم. لبرنامج دنيا الصحافة، ميس سيلاوي.